عشان إنجيل معلمنا لوقا بيكلم فيه السيد المسيح له المجد على واحد من الأمثلة الكثيرة اللي كان بيعلم بيها الشعب، زي ما بيقول الكتاب كده: وبغير مثل لم يكن يكلمهم، كان يعطيهم أمثلة علشان يسهل لهم الوصول للمعنى. يمكن بعض الأمور ما كانتش تبقى مفهومة لو اتقالت بطريقة مباشرة، فيديهم أمثلة كمعلم صالح يفهم اللي قدامه هو عايز يقول ايه. خصوصا ان هذا الاصحاح واللي قبله لوقا 15 وكمالة لوقا 16 مجموعة من الأمثلة اللي بيتكلم فيها رب المجد على اشتياقه لخلاص كل أحد، اشتياقه لخلاص الخطاة. فالإصحاح ده على الأقل فيه مثلين: المثل ده وكيل الظلم، والمثل الثاني بتاع الغني والعازر. ويبتدي الإصحاح في 12 عدد الأولاني منه بمثل وكيل الظلم، والاسم في حد ذاته يعني يمكن كده يشد الواحد: وكيل الظلم ومال الظلم وايه، كله حاجة ظلم في ظلم. وبعد كده نفاجأ ان في نفس الاعداد رب المجد بيمدح هذا الوكيل. منين هو وكيل ظلم ومنين ربنا بيمدحه؟ الاول هو وكيل، يعني زي شغال عند واحد عنده وكالة كبيرة، وهو ما كانش امين في شغله، وكان يعني زي ما بنقول كده بالبلدي بيخنصر فلوس من هنا، يطلع قرش من هنا، يزور حاجة من هنا، شغله مش مظبوط، شغله مش امين. فلما عرف وكيل الظلم، عفوا صاحب الوكالة، انه هذا الوكيل مش امين، قرر ان هو يعمل ايه؟ يمشي. طيب دلوقتي بقى عنده الراجل هيواجه مشكلة بكرة وبعده: لما هيمشيني سيدي هعمل ايه؟ مش هلاقي اكل، هستعطي، يعني من الاخر همد ايدي، يعني من الاخر هشتغل شحات. فقال: طيب علشان يبقى ليا عين اعرف اكل واشرب واعيش بعد كده، ادور على مديوني سيدي، الناس اللي ليهم اللي عليهم فلوس لسيدي، سيدي ليه فلوس عندهم، والراجل اللي ليه 100 انا اديله ورقة ب50، واللي عليه 80 اديله ورقة ب40، وهكذا. فادي عمل غلطة تاني، يعني مش كفاية ان هو كان حرامي في الاول وبيسرق سيده، وكمان المديونية اللي عليه اللي لسيده او اللي على ناس اخرين، الفلوس اللي مفروض يحصلها سيده هو كمان لعب فيها وزور فيها، يعني غلط بدل الغلطة ايه؟ 2. ومع ذلك نفاجئ ان رب المجد يقول ايه؟ ده تصرف بحكمة، بحكمة تصرف ومدح وكيل الظلم. ايه يا رب ده؟ ايه الموقف الغريب ده؟ ده مش مفهوم ابدا. ده احنا كان مفروض نتوقع منك يا رب تقول ده يستحق عقوبة مضاعفة، يستحق اذا كان هيطرد مرة وتاني مرة ندخله السجن، او اذا كان على غلطة نطرده الغلطة التانية ندخله السجن، اذا كان مستحق عقوبة يستحق عقوبتين. ده العدل بتاعنا، وده طريقة التفكير بتاعتنا، احنا عايزين كل حاجة تمشي بالقلم والمسطرة. لكن ربنا عنده رؤية تانية وفكر تاني. لما لا عمل كده مدح وكيل الظلم، قال بحكمة صنع، علشان لما يجي يوصل لمرحلة من العوز ويطرد، بدل ما يستعطي، بدل ما يشحت ويمد ايده، يلاقي له أصدقاء بمال الظلم. يا رب احنا مش فاهمين، موقف غريب وحكمة غريبة، ما احناش متعودين على الطريقة دي بالتفكير أبدا. علشان نفهمها يقولوا لنا الآباء اللي فسروا لنا هذا الفصل واللي فهموا ده من كلام رب المجد نفسه ومن شرح تلاميذه لما سألوه عشان يفهموا ربنا كان يقصد ايه بكل ده. الموضوع من الأول ظلم في ظلم،
المال اللي بين ايدينا ده كله ده مش مالنا، ده مال ظلم. مين فينا يملك المال اللي بيتصرف فيه؟ ربنا هو اللي بيرزقنا بالمال، وربنا هو اللي بيدينا الصحة ان احنا نشتغل، والقدرة ان احنا نشتغل، والذكاء ان احنا نعرف نحصل فلوس من هنا ومن هنا، وهو ربنا بيسترها على الجميع وبيدينا. فالمال مش مالنا، ده هو بالنسبة لنا مال ظلم، ده مش مالنا. ولكن ربنا من محبته بيدهن، ومن محبته بيعطي غنى وبيعطي ستر وبيعطي فرح وبيدي كل اللي احنا عايزينه ونطلبه يمكن وزيادة شوية. وفي وسط الازمات وفي وسط الضيقات وفي وسط ظروف الغلاء اللي احنا عايشين فيها والعالم كله بيدق منها وبيتكلم عنها صبح وظهر وليل، الا ان نشكر ربنا محدش فينا بيبات جعان، محدش فينا بيبات معوز لشيء رغم كل الظروف دي، لكن لسه ربنا ساترها علينا وحيفضل ساترها علينا. حتى بنشوف حوالينا مناظر عزة تعزينا، نبص حوالينا في العالم مناطق بتتضرر بحروب، مناطق تتضرر بزلازل، مناطق تتضرر بكوارث طبيعية من هنا وهنا، واحنا نشكر ربنا بخير ورغم كل الشدائد وكل الضيقات ورغم كل الغلاء، لكن بلادنا بخير وحياتنا بخير وبيوتنا مسطورة ونشكر الله. كل ده يخلينا نعيد تفكير في الموضوع، اللي معانا ده مش مالنا، احنا مؤتمنين عليه. عشان كده لما ربنا بيقول شارك بجزء من مالك ده اخوك المعوز او الفقير او المتضايق او اللي ظروفه تعبانة، هو مش بيعمل كده علشان يضايقنا، ده عايز يقولك هو اساسا ده مش مالك، بس انت بارك التسعة عشر اللي هيبقوا معاك بالعشر اللي هتطلعه لاخوك الفقير. انت اذا كنت هتدي جزء من مالك وتحس ان انت طلعت حاجة من معاك، اللي انت طلعته ده هو البركة اللي هيبارك لك في العجين كله، دي الخميرة الصغيرة اللي هتبارك لك في العجين كله. الراجل الوكيل الظلم اللي بيدينا المثل عنه النهاردة رب المجد بحكمة تصرف، هو المال كله مش ماله، وهو ما كانش امين في المال كله من اول الى اخر، لو هو موظف امين ولا هو هيطرد امين، كل ماله كله غلط في غلط، كل تصرفاته غلط في غلط. لكن لما لقى انه هو هيتحط في موقف اصعب، فقال اعمل رحمة للاخرين واعمل منفعة لنفسي. هو صحيح بص لنفسه الاول قبل ما يبص للاخرين، وبص لمصلحته الاول عشان لا يستعطي زي ما قال الكتاب، ويستحي ان هو يقف ويمد ايده ويقول لله في الشوارع، وبص لنفسه الاول، لكن عمل بيها عمل رحمة، عمل تخفيض للاخرين اللي عليهم ديون، لانه كان عارف ان سيده كان ممكن يكون ما كانش هو كمان امين في العمل اللي هو بيعمله. في جميع الاحوال هو صحيح غلط بدل مرة اتنين، لكن لما اتحط في مأزق عمل حاجة صح، انه تصرف بحكمة. عشان كده الكتاب بيمدح هذا الوكيل وكيل الظلم، لانه بحكمة تصرف. انت كمان في مأزق دلوقتي، احنا كل اللي معانا ده مش مالنا، وكل اللي معانا دي مش فلوسنا، احنا مؤتمنين عليها. والحقيقة احنا ما كناش امناء في الفترات اللي فاتت في حاجات كتير، وما اديناش ربنا يعني كما ينبغي، وما اديناهوش حاجته ورجعناها له، وخدناها وصرفناها على حاجتنا الخاصة وعلى اللي احنا عايزينه واللي مش عايزينه، واللي على مزاجنا واللي مش على مزاجنا، وبعطرنا الفلوس شمال ويمين. خلاص ربنا مش هي نتكلم في القديم، لكن تعالى نتكلم في الجديد. خلي بالك واعمل صدقة واعمل رحمة واعمل عمل محبة وعمل خير بالجزء اللي معاك دلوقتي، علشان يبقى هذا المال اللي بين ايديك اللي هو مال الظلم يتحول لمال حق، وما يبقاش سبب دينونة. اعمل بيه عمل رحمة، وافتكر الاخرين في الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، ونقول كده نشكر ربنا رغم كل المتاعب دي وكل الضيقات دي وكل الغلاء ده وكل الازمات دي، لكن الحمد لله احنا بخير وبيوتنا بخير ومسطورة والحمد لله، وحتفضل دايما كده.
فنفتكر الآخرين اللي في محنة، اللي في ضيقة، اللي في ظروف قاسية، اللي الزمن غدر بيهم لسبب أو لآخر، نفتكرهم بعمل رحمة، بعمل محبة، فيتحول المال اللي بين إيدينا ده من مال ظلمة لمال بركة، ومال ربنا يبارك فيه ويبقى بسببه فرح وبركة لينا وللآخرين، ويتحول القول اللي احنا كنا عايشين فيه أو الأمر اللي احنا عايشين فيه بتعب، يتحول الكلام اللي أنا هقوله بأن حد بركة، يبقى ينطبق علي آية المزمور: فم الصديق يتلو الحكمة، بحكمة هتكلم وبحكمة هتصرف، بحكمة حد البركة لحواليا وهتصرف، وابقى انا فرحان واللي حواليا فرحان. ويكمل المزمور: ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. وهكذا يكون ناموس الله داخلنا ولا تتعرقل خطواتنا، لان احنا كنا بأمناء على الوديعة او الامانة اللي ربنا سابها لنا، وما كناش فرحانين بها لوحدنا وخليناها سبب بركة وعزة الآخرين يتعزوا بيها ويطلعوا بيها من المآزق والشدائد والضيقات. وبالتالي يختم معلمنا لوقا الإنجيلي الفصل اللي احنا قرناه النهاردة بالآيات الجميلة دي: فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتي منكم على الحق؟ أرجوك افتكر اللي معاك ده مش مالك، ده مال ظلم ولازم تكون أمين عليه. وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم من هو لكم؟ احنا لسه عارفين اللي معانا ده مش مالنا، لكن احنا مؤتمنين عليه مؤقتا، نعطي ونفرق ونفرح اللي حوالينا، وخلي ربنا يفرح قلوبنا احنا كمان ويأتمننا على أموالنا الحقيقية. بس الأموال اللي احنا عايزين يأتمن عليها ربنا مش أموال بالعملات اللي نعرفها، أموال من نوع أخرى، واللي احنا عايزينه ربنا يتمنى عليها امانات من نوع اخر، امانات نوصل بها للسماء، امانات نوصل بها للراحة الابدية، مقصود بها اعمال الخير واعمال الرحمة واعمال ترضي ربنا. وبالتالي ربنا يتمنى على هذه الاعمال اللي تكون سبب لخلاصنا وسبب لدخولنا في السماء. احنا عيلنا من الاول على السماء، اصوامنا وصلواتنا عشان نوصل للسماء، اعمال الرحمة اللي بنعملها وكل شيء بنعمله عشان نوصل للسماء، وبندور على الوسائل اللي توصلنا للسماء بكل قوة وكل سرعة، ما بندورش على حاجة تعرقل طريقنا، بل بالعكس تشيل العراقيل وتشيل الصعوبات اللي هتقف في طريقنا. وبالتالي واحدة من اهم الوسائل دي واسرعها هي عمل الرحمة. وبنقول طول فترة الصوم المديحة الحلوة اللي كلنا حافظينها: طوبى للرحم على مين؟ على المساكين. يا بخته اللي يفتكر اخوه المسكين في هذه الايام، ويا بخته اللي يفتكر ان المال اللي معاه ده مش ماله هو، هو مؤتمن عليه، ويفرق منه للمساكين، فيكونوا تكون هذا العمل سبب بركة وسبب رحمة وسبب غفران وسبب سعادة ليه وللآخرين. الله يعطينا تكون ايامنا المقبلة واحنا داخلين على الصوم الكبير بعد حوالي 10 ايام، ونعيش الفترة الجميلة اللي كلنا بننتظرها من السنة للسنة، تبقى فترة زي ما بنسميها كده ربيع السنة الروحية، فترة ربيع، فترة احساس بالتخلي عن الحب الامتلاك وحب التكنيز وحب التحويش، نخرج من هذه الافكار العتيقة القديمة وندخل في جدة الحياة، في فرح العطاء وفي فرح الغفران، في فرح العطاء للكل، اللي شايفينه يستحق واللي شايفينه مش لا يستحق من وجهة نظرنا، ربنا هو العالم بالكل، لكن العطاء للجميع وبسخاء، فالله يعلمنا كده، فهو المعطي الجميع بسخاء ولا يعير، واحنا نتعلم منه، فنفرح بالعطاء ويكون سبب فرح وبركة لينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أغنية خنو بسمين اسقو وبنت باي اهو بقوي بقوي كطا بفراني بمرا تي انت بي
Χριστός αρεπρεσβεύειν ερι εγών ότεν σωσιν νυπτήριν της ότοκος Μαρίας μαύεμπεν